طلال مور معلم، جيب السيارة، بدي اطلع انا وياك مشوار. حاضر. اكيد مفكر انه انا اللي سربت الفيديو وسببت لك الفضيحة. اكيد رح تنكر، مثل ما انكرت انه بعت حدا يقتل بنتي. برجع باكد لك ما بعت حدا لحتى يقتل بنتك، بس بخصوص الفيديو فمش انا اللي سربته. انا تعرضت لخيانة من واحد من رجالي وعرفته ورح يدفع الثمن. لا غلطان كثير، انا اللي رح دفعك حق اللي عملته، كثير غالي حاتم. لوين بدك روح معلم؟ خدنا على الهنجار، عنا شوي شوي. ايه ستنا، مثل ما توقعت صار. هيا هون مشوا، نحن وراهم. طلال مور معلم، انت بتعرف ليش جايبك انا لهون؟ ليش؟ يلا شباب. هاي لك هاي؟ مبلا هاي اسوارتي، وصار لي اكثر من جمعه مضيعه. وأنا لقيت لك إياها. تعرف وين؟ بالمكتب عندي بجنب الخزنة. خزنة؟ كيف يعني؟ ما فهمت. أنا رح فهمك. في فايل من كاميرات المراقبة ممسوح، مدته ربع ساعة. بتعرف إمتى كان تاريخه؟ من 8 أيام، يعني يوم دخلت أنت على مكتبي وفتحت الخزنة وسرقت اليو إس بي ونسختها. وقعت صورتك بالغلط. مستحيل يكون هذا الحكي صح، أنا ما عملت هيك شيء. اسمعوا، لا، لمين بعت الفيديو وبديش؟ معلم أنا ما خصني، والله ما خصني، بشو بحلف لك؟ قول لمين بعته ولا رح أوس. يا رئيس رح عد لثلاثة وأوس. رئيس أنا والله ما خصني، أنا ما عملت شيء. واحد. أنا مستحيل أقدر فيك يا رئيس. اثنين. عندي عائلة بدي ربيها. سلاحك بالأرض، سلاحك بالأرض.